محمد مجدي قفشه كان بيتقال عليه ايه؟ ونرجع تاني. ان اسجلها عليا من دلوقتي، قفشه صفقه فاشله في النادي الاهلي. اولا لعيب مهمل ما بيتمرنش كويس، وده اللي كان مخليه ما نالش قناعات المدراء الفنيين اللي تولوا تدريب بيراميدز. لعيب مهمل ما بيتدربش كويس، وقال اما حته قفشه ولاعب مش هينجح مع النادي الاهلي. كل بني ادم له زي كده، لما سال وليد ازارو قال لك كل بني ادم له بق ومن حقه ان هو يتكلم. فطبعا حضرتك ليك بق ومن حقك ان انت تتكلم، ولكن الارقام لا تكذب. اداء محمد مجدي قفشه مش بس رساله لمنتقدي محمد مجدي قفشه، لا، رساله لجماهير النادي الاهلي بترسي وبتؤكد ان النادي الاهلي ما بيقفش ابدا على لاعب. قلنا قبل كده او لسه قايلين في الحلقه دي ان الاهلي ممكن تلاقيه بثلاث قلوب، الفريق مش بقلب واحد عشان تاخد قلبه. محمد مجدي قفشه احد ثلاثي القلوب في النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه عايزين عشان نقيمه خدنا التقييم يكون مباراه افريقيه، مش هنتكلم في مباراه محليه، ومش هنتكلم كمان في مدى قوه المنافس. وزي اذا قلنا يعني ان الهلال افضل المنافسين تاريخا في افريقيا بمقارنة بأول أغسطس والأندية اللي لعبها المصري وبيراميدز، لا، إن الهلال أقوى تاريخيا وأقوى حاليا، وكمان البطولة هي الأقوى دوري أبطال أفريقيا. فقلنا هناخد البلاي ميكر في كل فريق لاعب في المواجهات الأفريقية ونستعرض أرقامه سواء في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو النادي المصري أو في نادي بيراميدز، مع الوضع في الاعتبار إن فكرة البلاي ميكر مش شرط يكون هو اللاعب رقم 10. حاليا محمد مجدي قفشة بيلعب دور البلاي ميكر في النادي الاهلي، وهو المتحكم في الريتم بتاع المباراه، وهو اكثر لاعب لمس للكره في النادي الاهلي، وهو بيلعب في مركز 8. بس عشان فكره ازاي تقدر تعوض لاعب كان جيد عندك في مركز رقم 10، تقدر تعوضه من خلال طريقه اللعب، من خلال التكتيك، من خلال انك انت توظف اللاعبين اللي عندك صح. المهم في النهايه يؤدي الغرض لفكره صناعه الالعاب. فهنا خدنا محمد مجدي قفشه في مباراه الاهلي والهلال، وخدنا اوباما، وخدنا عبد الله السعيد من بيراميدز، وخدنا اللاعب حسن علي اللي بيدفع بيه الكابتن ايهاب جلال في مغامره، هو اكيد طبعا لاعب شاب وكده ولكنه سجل هدف. وقارنا وهنكون منطقيين جدا في المقارنات، هنقول ان السعيد راجع من اصابه، وهنقول ان حسن علي لاعب برضه يعني لسه طالع ولسه بيتم اكتشافه، ما وصلش لمرحله ندوب. اللعب تفرق برضه لان السعيد لعب 25 دقيقه، فما نقدرش نقيم نفس الاداء على 90 احنا دقيقة. والمقارنه دي مش هدفها اطلاقا اننا نطلع قفشه مميز على الباقيين، احنا هدفها اننا نقول ان قفشه بالفعل اجاد ويستحق التواجد في النادي الاهلي، وبيرد فعليا على منتقديه واللي تنبؤوا بان قفشه ما يحققش نجاح. قفشه لعب 90 دقيقه في حين اوباما 67، السعيد 25، وحسن علي 90 دقيقه. اهداف اللي سجل منهم حسن علي صناعه اهداف، قفشه صنع هدف من 2، اوباما صنع هدف من 2، السعيد وحسن علي ما صنعوش اهداف. فرص محققه، قفشه فرصه صنع فرصه، واوباما صنع فرصه، السعيد ما صنعش فرص هو كذلك وحسن علي. الكي باس 4 لقفشه، 2 اوباما، 1 السعيد، 3 لحسن علي. تصويبات على المرمى 6 تصويبات لقفشه، كان طبعا اون تارجت منهم 3، اوباما 2 مفيش اون تارجت، السعيد 2 مفيش اون تارجت، حسن علي 1 اون تارجت اللي هي سجلها هدف. هنا بقى لمس الكره، مجدي قفشه لمس الكره 113 مره مقارنه ب 55 مره اوباما، 42 69 بالظبط. عدد الدقائق برضه معدل عبد الله السعيد عالي جدا، 42 في 25 دقيقة، ده معدل عالي برضه عشان نبقى بننقل الموضوع بشكل دقيق بالظبط. ومجدي قفشه 113 في 90 دقيقة، وده بيعكس ثقة لاعبين النادي الأهلي في فكرة مجدي قفشه، بيستلم كويس. كمان التمريرات الصحيحة كانت 89 تمريرة، وهنا بقى النسبة اللي بتحدد فكرة دقة التمريرات. قفشه 94.7% دقة تمريراته، اوباما 76.2% لانه لعب تمريرات صحيحه 32، عبد الله سعيد 84.4% من 42 عمل 27 تمريره صحيحه، من 69 عمل 48 تمريره صحيحه حسن علي بنسبه 88.9%. طبعا الاعلى في النسبه هو محمد مجدي قفشه. العرضيات قفشه عمل 4 منهم واحده صحيحه، اوباما ما فيش، السعيد 4 ما فيش واحده صحيحه، حسن علي ما فيش. الكرات الطوليه 13 كرة طولية لمجد قفشة منهم 11 كرة صحيحة. في الوقت اللي لعب فيه أوباما 67 دقيقة هي كرة طولية واحدة وهي صحيحة. عبد الله السعيد في 25 دقيقة عمل 4 والأربعة أتقنهم تماما، 4 كرات صحيحة. حسن علي 2 في 90 دقيقة ومنهم 2 صحيحة.
محاولة المراوغة، واحدة لأفشة لكن لم تنجح، اتنين لأوباما نجح فيهم، واحدة للسعيد نجح فيها، حسن علي مفيش. فقد الكرة من 113 مرة لمس الكرة فيها محمد مجدي أفشة فقد الكرة 11 مرة فقط، لغير معادلة رقم عبد الله السعيد من 42 بالظبط، من 42 لمسة لعبد الله السعيد فقد الكرة 11 مرة. هنا طبعا معدل عالي زي ما قال فارس فقد الكرة، ومعدل قليل جدا بالنسبة لمجدي أفشة من 113. لو قارنا كمان بأوباما 13 مرة فقد الكرة من 55، وحسن علي 13 مرة فقد الكرة من 69. أعتقد الأقل فقدا للكرة هو مجدي أفشة. نيجي كمان للدور الدفاعي اللي لعبه كل لاعب في الأربعة، هنلاقي إن في 6 التحامات أرضية نجح مجدي أفشة إن هو في 5، نجح في 5، في حين أوباما ثنائيات بالظبط، أوباما 7 التحامات على الأرض قدر ينجح في 5، عبد الله السعيد التحامين نجح في 1، حسن علي 7 وأداؤه ضعيف في الالتحامات الأرضية 2 فقط لا غير. بالنسبة للالتحامات الهوائية هنلاقي أوباما، لأن أوباما كان طبعا ساعات بيتوظف كأنه راس حربة فممكن يجيب ألعاب الهواء. أنا عايز أقوله يا أحمد، هو للأمانة أوباما وأفشة وعبد الله السعيد الثلاث لاعبين تمركزاتهم وتوظيفهم في المباراة كان مختلف تماما، يعني الثلاثة ما كانوش بيلعبوا 10، وبغض النظر عن فكرة البلاي ميكر لأن أوباما مش بلاي ميكر. أنا من البداية قلت الفكرة قيمة أفشة الفنية، وهي دي قيمة أفشة الفنية في صناعة اللعب اللي بتميزه عن اللاعبين اللي كانوا موظفين في نفس المركز بغض النظر عن الأدوار. أيوة، لأن لازم أكد دي، لأن أنا ما قلتش أنا بقارن مركز بمركز، أنا قلت بقارن اللاعب الأبرز واللاعب اللي قادر على صناعة اللعب، وأوباما في المباراة الأفريقية كان متواجد في المركز ده، وحسن علي وعبد الله سعيد قلنا نازل 25 دقيقة وكانت في إصابات. الأرقام دي بتعكس دور محمد مجدي أفشة، وإن الأهلي قادر على تعويض غياب أي لاعب، حتى لو هتغير طريقة اللعب، حتى لو هتغير الفكر اللي بتلعب بيه كمدير فني. أعتقد كده فارس وصلنا نهاية الجزء الأول من أون سبوت، قفلنا مباراة الأهلي وكل الأمور الفنية الناس شافتها معانا.